عبد ربه. طب وهو كان موجود مع الرجاله يا ماجده، انت شفتيه؟ انا ما لحقتش اشوف حاجه. ابوس ايدك يا ست صباح، ابوس ايدك والنبي، خليه يرجع لابني والنبي. طنط بس بابا هيعمل كده ليه مع عرب؟ عرب ما عملش حاجه تضايق. في ايه يا ماجده؟ رحت المغلى وقلت العطوه كلمتين ما لهمش عازه. ايه؟ انا لو عاوز اذي ابنك اخطفه؟ لا، لو هاذيه هاذيه جوه بيته وفي قلب المغربلين. بقول لك ايه يا راجل انت؟ انت ترجع لي ابني لاحسن قسما بالله واديك في 60 دقيقه، ما هو مش هيقبل الواحد وابوه. خلصي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو ما بيصحش كده على فكره. مين بالله؟ ارميكي في مستشفى المجانين. ايه؟ هتتبلى عليا؟ شوف ابنك الصايع ده في عيني داهية تاخده. امشي من هنا. بابا لو سمحت ما يصحش كده، هي بتدور على ابنها في ايه؟ تريك اخرسي. يلا اطلع بره، حسك عينك اشوفك هنا تاني، فاهم ولا لا؟ يلا. هو ما تزقهاش كده يا بابا. معلش حقك علي معلش. عبد ربه انت اللي ورا اللي بيحصل لعرب ده. ايه؟ مش عايز اكل. ومين قالك اني جاي اكلك؟ ارمي الاكل الكلاب. الا قول لي يا رام، هو محتاج كام حقنه من دول عشان يبقى مدمن مخدرات؟ والله كامل اتقال لنا ان هو مرتين كمان وهيبقى مدمن رقم واحد، بس انا اتوصيت بيه وعملت لك خلطه هتخليك عبد ليها. انت دخلت القبر برجلك يا رجوله، ودلوقتي بقى بطل معاد الحقنه الثانيه. انا عايزك تشد حيلك معانا كده عشان تبقى مدمن رقم واحد. حقنه تانية ايه يا مازن؟ الجرعه اللي فاتت ما فاتش عليها كتير. ما بحبكش وانت بتقول الكلام ده. ما تعرفش معانا مين؟ ده عرب السوركي، يستحمل اي حاجه. انا مش فارق معايا نفسي، انا عايز اطمن على امي. امي اخر مره شفتها كانت مرميه على الارض. امي كويسه؟ مش انت اتبطرت على العشاء؟ تعالى اتعشى. فتحي اصبر. ألف أنا. أشوفك تاني. باي. عايزكم تجيبوا لي عرب ده من تحت تعطيه الارض. ما هو محدش عارف عرب فين يا حاج، ولا حد عارف مين الرجاله اللي دخلوا خدوه من بيته دول. اي حد خده حتى لو عدوه يجيبه. تجيبوا لي هنا قدام عينيا، محدش هيخلص على عرب غيري انا. يلا يلا. يعني انت الكلام ده جاي على هواك يا حاج؟ ما تعلي الكلام، في ايه امال؟ خليك في حالك انت يا عطوه. كلمت موظف الشهر العقاري اللي قلت لك عليه؟ ايوه حاج، كلمته وهيجي بكره ان شاء الله. عمي انا جاي النهارده عشان اطلب منك ايد هايدي، واسف جدا على التاخير. بصراحه انا كنت رافض تماما موضوع ارتباطك بهايدي لاسباب كتير، منها موضوع اخوك عرب. لا 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 لا، عرب احنا خلاص مقاطعينه، وبعدين يعني اي عيله في الدنيا ممكن يبقى فيها فرع سيء. طب جنب موضوع عرب، وعايز اقول لك، هي هايدا تعيش معاك فين؟ في الحاره؟ هتقدر تعيشها في نفس المستوى اللي هي عايشه فيه؟ مش لازم فيلا. عمي انا ظروفي دلوقتي احسن من الاول بكتير الحمد لله، وبعدين يعني الفتره اللي جايه ان شاء الله حاضر اجيب شقه في مكان كويس. شوف انا الحاجه الوحيده اللي تخليني اوافق عليك ان هايدا متمسكه بيك. اجهز وهات شقتك وبعدين نتكلم في خطوه رسميه.
اللي اقول يا علي، هي والدتك لسه بتبيع خضار؟ بابا ما يقصدش يضايقك يا علي، انت عارف بس وضعه الاجتماعي. مفهوم مفهوم، ما تقلقش يا عمي، امي مش هتفتح المحل تاني. ايوه 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 ايوه. ازيك يا خالتي؟ وصلتوا العرب؟ والله يا خالتي احنا لفينا عليه في كل حته ملوش اثر. وانا رحت لعبد ربه وقال لي ان هو ملوش دعوه بحاجه، بس ما اعرفش بقى اذا كان بيكذب ولا بيقول الحقيقه. كده يا محسن مفيش غيرهم، هم الناس بتوع الارض. ارض؟ ارض ايه؟ ده ناس كده يا خالتي كنا شغالين معاهم. السلام عليكم. السلام. انا رحت الدكان اللي قدام البيت واستاذنت من الراجل ان انا راجع الكاميرات عشان اشوف ايه اللي حصل. في كاميرا جايبه زاويه البيت، لقيت رجاله شايلين عرب وخارجين من البيت، رموه في عربيه وركبوا العربيات ومشوا بسرعه. طب ما احنا ممكن نشوف نمره العربيه دي وهي اللي هتوصلنا للعيال دي. ما ينفعش اللي انت بتقوله ده خالص، لان ما فيش ولا عربيه فيها نمره. لا احنا كده لازم نبلغ الاس. اصحى اصحى يالا، مالك انت جبت ورا بدري قوي كده ليه؟ احنا حتى لسه في الاول. يا مازن حرام عليك يا اخي، لا صعب عليا كفايه. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عرب لازم يفطر؟ لا 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 لا، كتير قوي كده يا رامي، اخاف على العرب يروح مني. تخاف على العرب ازاي؟ عرب جامد ويستحمل، مش كده يا عرب؟ بقى انت غالي، تستاهل كل حاجه غاليه. صح، تصدق ان انا نسيت ان ده عرب جامد ويستحمل اي حاجه؟ نصيحة مني ليكم، اقتلوني واخلصوا مني. لا 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 يا عرب، أنا أقتلك بإيدي، أنا وقتلتك هتستريح، وأنا مش عايز أريحك، أنا عايزك تفضل واقف كده قدامي مذلول ومتبهدل. لو قتلتني أنت اللي هترتاح، عشان أنا لو عشت وبقى فيا نفس، قسما بدين الله، لا أقلب حياتكم جحيم. ما وحشتكش؟ اسمع فتح، يلا نفطر بقى. اثبت يا وحش. بس كده تمام.